أحسن الله إليكم. هذا يسأل سوداني مقيم في المملكة، يقول ما هو حكم الذهاب أو تخصيص يوم بالذهاب إلى المقبرة وذلك عندنا عادة منتشرة؟ تحديد يوم معين لزيارة القبور لا دليل عليه، فمن لازمه فهو مبتدع بهذه الطريقة. زيارة القبور مشروعة في كل يوم إذا أمكن، يعني ما هو بكل يوم، لكن يعني يفعلها في أي يوم من الأيام دون تحديد لذلك، لأن التحديد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التحديد في يوم معين، وإنما حسب ما يتيسر له في أي يوم من الأيام يذهب ويزور القبور لأمرين: أولا السلام على الأموات والدعاء لهم، وثانيا الاعتبار بأحوال الأموات وتذكر الموت، فإنها تذكر بالآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغرض من الزيارة الشرعية. نعم.